تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قالهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تر عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر، اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد فواحد باسمه، وكل واحدة فواحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفات قديسين. يا رب تحفظنا في هذه الليلة بغير خطايا مباركة أنت يا رب الأبان، زاد مرك اسمك القدوس مملوك مجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كنزلتك أنا عليك، لأن عن الكل تتركك، لأنك أنت تعطيهم طعام في حين اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء أكثر الأرض كلها. وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمنا عدلك، مبارك أنت يا رب فهمنا حقوقك، مبارك أنت يا رب عند ربيعك يا رب رحمتك دائما الأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل لجيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، أنا أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصنا وعلمنا نصنع مشيئتك، لأنك أنت ولا وعندك نبوء الحياة بنورك يا رب نعين النور. فلتأت رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيمين القلوب، لك تجبر بك لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس كان منذ البدء والآن لابد أمين. جيد والاعتراف في الرب وترتيل اسمك العلي، أن نخبر برحمة الأدوية تحقق في كل ليل. ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحد يموت الذي ولد العذراء، ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحد يموت للسلبة، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحد يموت الذي قام الأموات وصعد للسموات، ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وأبد. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسانا، يا رب يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من أبى الخطايا ارحمنا، يا الذي بلا خطايا لأن لك المجد والعزه ذات اسم مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتم ملكوتك ومشيئتك من السماء كذلك على الأرض، خبزنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، لأن لا تدخلنا في التجربة لكن نجي من شر المسيح الصغير. خن بخريستون سيسوس بن شوسا من الليل ويان شرينين تنتهو إيرو أوثي أسوا باسمهن أوويتو ينبرسين سنسيون بين تيمسوس ما بن بخريستون شهر سيت اسمي سنالن بي او ان تاف مي بخريستوس بن نوتي تي برسينو سيسوا تي بارسين مريم تي سوتو كون سوام تي ورسان ستنو تنتيف جنو سنتتي مترومي عرفو فوفو ستي بريم وطنم كوبرن شرين او تي بارسين ستي اورو امي نالي انسيني شرم شوش انتي بنجنو
سارك نان إمانو إيل تنتي غريبا نبيوتي أفرستاتي ستنو نار من شويس يسوس بخرستوس انتفكان النوبي نان إمو إرنسون سيلم مريم خن في عوان سائب شويس أوينا من بسم ريت ستوبهم موث إهري إيغون كانت أمريتي إيطاب غوث إنجينا بيتهم بيبسال موز ياسو دي راس نشتيرون ساهو إينا من مكتورون سولومون موتيرون سخن بيغو إنتيني غو جتا سوني أغون تايش فيري تابو لي سمي يرو سليم أفتي ميني غاري روز خن أمي شرن فتشو سيجامي إيفول خن بيكيرو توسي يحصد من هرومات شيريني اوتي بارثيم ستورو امين اليسيني شيريم شوشون تيبين جنو ساريك فنان امانو ايل تنتي هو غريب امي بيخي برستاتي سيدنا اتناغن بن شويسوس بخرسوس تفكين انو فينا نيبو شاش فين عرشي انجيلو سيو ايرات ويرم نوسم بيمسون بيبان دوكراتور شمشم مستريون اتهيب ميخايل بابي اوي ابريل بيما اشتاب رافايل بابي ما شم سوري السيداكي السراسي المراني النينشتين ريبروين يسو ابني التوبهم مفيري جنبي صوت يشيرو بمني سيرا فيمني اسرونو سمي شويسن يكون مفتون زوان اخصومات اسئت فايخة بأربع انسيرو الاربع والعشرون قسيسان في كنيسات الابكار يسبحون بالفطور صارخين قائلين قدوس الله المرضى اشفيهم قدوس القوي الرقني يا رب نيحهم قدوس الذي لا يموت بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلام حصنا لشعبك قدوس 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 رب السماوات والسماء والارض مملوءه من مجدك وكرامتك اذا ما قالوها الليل ويا يتبع من السماء قائل قدوس امين الليل ويا المجد هو للهنا اشفعوا فينا يا راسك الملكيه والطغمات السماويه ليغفر لنا خطايانا الرب يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس وانداراوس ويوحنا ويعقوب وفي لبس ومتى وبرسلما وسواتما ويعقوب ابن حلفاء وسمعان القناوي وتداوس متياس وبولس وماركوس ولوكا وبقية التلاميذ الذين تبعوا مخلصنا متياس الذي صار عوضا عن يهودا كامل بقية التلاميذ الذين تبعوا السيد أبو خروش ربي بولي جنب وبقاية يرفون وساجي أفو شابريك سنتي كوميني ومن شوي سريع كل شوي سنيوت الأبوستولوس من سبين تاني ماسي تستفكال النوبين أبا ماركوس بي أبوستولوس وبي إيفانجيلستيس بمثري خاني أمكام تبيمون وغنس النوتي أكي هكر أوي نيروني تمك إيفانجيليونا كتصابر من فيوت تبشيرين من ما يسوى أك انتيني بالخير بقاكي خوني بأوي نيم يكتموني بوين تابون خطبيه بس تبون الخين تفي تشي اسمو الخريان خلق الجمر تيرو تبقى او نكسا جي افو شرين اكو بمارتيرو شري بي شوين جنجن نيو شري بي اسلو فورس بي شوي سيب اورغ اورغيوس ويمت شوي سري اكو بسلو فورس مارتيروس بي شوي سيب اورغ اورغيوس كان النو بي نانيو شرين اكو بمارتيرو شري بي شوين جنجن نيو شري بي اسلو فورس Theodoros Bistratellatis Emesoi Seria Gondoslovolos Martiros Theodoros Bistratellatis Tifkelin Novinane Sherena Kobe Martiro Sherebi Shoin Gengen Neon Sherebi Asloforos Filubatir Mercurios Emesoi Seria Gondoslovolos Martiros Filubatir Mercurios Tifkelin Novinane Ida Marabi Halinsan Il Alam Kulla Khasir Nafsu Fama Hiya Hadi Al Hayat Al Batil
باطلا. القديس أبامينا سمع الصوت الإلهي وترك عنه العالم وابعد النفس للموت وجسده للنار وقبل عذاب تعظيم لاجل ابن الله الحي. يزعف خلصنا الى ملكوته واعطاه الخيرات التي لم ترى. السلام لك ايها الشهيد، السلام للشجع المجاهد، السلام للابس الجهاد القدس ابا مينا. اطلب من الرب عنا الشهيد المجاهد القدس ابا مينا ليغفر لنا خطايانا. ابا بطرس يا مارتيروس هو هنا شبسكو صوتي انت بفسي شيف مو هنتشاف يوم بفلاوس شير سيدريكي وش تترياس سوا بفتغلوني ورسود اقصد بشمير شمشن يسوا أبا بطرس بمكاريوت بزوران سوال تفنوتي بيرفت زفن تبي اوهي ان لوغي كونت بخريستوس ابتن سنكن بتصوتي ارمين اشتن عشير اشتن يمشن يلعب اصنر بسنا نيفن رومي وبين سوا بنار شريف سوا انو ملغتيز بابا بابا بطرس بيماني سوا تنهود ابن شوي سيري كل الأبراد الذين كملوا آتى فضائلهم متضايق متألم والعالم لا يستحقهم تائهين في البلد والمغاش فوق الأرض الذين شهد لهم من قبل إيمانهم وصبرهم فلنسرع في طريق يدهم وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمل الرب يسوع. اطلبوا من الرب عنا يا مصاب بس الصليب الذي نكمله بالبراري ليغفر لنا خطايانا. كوني أنت نظرة علينا في المواضع العالية التي أنت كائنة فيها يا سيدتنا كلنا والدة ليلى العذراء كل حين. اسأل الذي ولدتي سلام لك ايتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني. سلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسالك اذكرنا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر يوم نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة ولدت الله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس فران خطايا نبشر بالثالوث وقدس لوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سيولى في جوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاص تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عن على عهد بلاس بونتي تعلم وكبرى وقام بين أموات في اليوم السادس كما الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين إلى الحياة والأموات التي ليس يمكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد الله ونمجده مع الآب والإب النقط كل الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولين ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة خطيئتين قنشتين ونخايتين Anastasisen teni remo utnem beorchen tebi on esneo yeah.
أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين والرسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون
يسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذهنكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقونا فرقدوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. هللويا Ni och en från upp sig sent in i gom. Kirje flog i son och tog att ha med theon av geo. Evangeliet och tonar nos var. بخوف امام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. وبن سوتير وبن أوروتيرين إيسوس بخريستوس بشير يمفنوتي طون بيو نفشا إلي بيو فا بن نوتي بين جمسان سيكيري من مزامير أبي داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. تبادر الرؤساء إلى كل المرتلين في وسط صبايا ضاربات بالدفوف، بارك الله في الكنائس والرب من ينابيع إسرائيل. مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم.
كان يسوع في بيت أنيا في بيت سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين: لماذا كان هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تتعبون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملان حسنان، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين، لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. السماء يتقدس اسمك ياتي ملكوتك ويكون مشيئتك في السماء كذلك على ارض خبز لنا تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا الجميع. خلنا تقرب عليك ان نجي من الشيء المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الى الابد. خلنا بخرينستون سينسون بن شويس تسكيف نوميون سون كيرينيه يا سيد ربي صلى المسيح كلمة الله والابن سخطها كل ربط الخطايا من قبل ألامه المخلصة المحية الذي نفخ في وجه القديسين واستطهر وقال لهم اقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم وإن أمسكتموها على المسكنة الآن أيضا يا سيد المخلص الخطار أنعمت الذي يعملون في الكهنة في كل زمان الكنيسة المقدسة أن يغفروا خطايا الأرض البتحرك ربطات الظلم عبيدك يا رب أبائي وإخوتي وضعفي المنحنين بروسنا مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع كل ربطات الخطايا يعني كنا قد اخطانا اليك بشيء بعلم او غير سواء القلب زاقل فانت رب صاحب البشر عارف ضعف البشر انا من لهم في الخطايا يعني باركنا طهرنا حاللنا وحال السائر شر من كريم ليسون
كيريه ليسون كيريه ليسون. يباركنا النهارده قدس ابونا المحبوب القمص بشوي القمص بطرس كاهن كنيسة مرجرجس بتسوق جاينا مشوار طويل من أجل أن يخدمنا ويقدم لنا كلمة ربنا. أبونا مشهور بعزاته الحلوة المؤثرة، فياريت يبقى في إصغاء حلو عشان نستفيد ونعمل. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. أنا يعني سعيد جدا أن أنا أبقى في وسطيكم في النهضة، ويعني بركة كبيرة جدا أن أنا أبقى في وسط الأباء العظام، وأنا زي ما دايما أقول أنا صغير قوي في وسط الأباء. وكمان لما قريت النهضة والأباء الأساقفة يعني حاجة صعبة قوي، لكن ربنا يقول لك الرافع المسكين، مش كده الكتاب قال كده. كل سنة وانتم طيبين. جميل ان احنا نحتفل بتذكارات ابائنا الرسل. تعرفين النهضة دي نهضة ابائنا الرسل، وبنختم صوم ابائنا الرسل بعيد مهم جدا، وهو عيد استشهاد القديسين العظيمين معلمنا بطرس ومعلمنا بولس، اللي كل ايام الصيام تسمعوا ابونا في اسمه وهو يقول أن ظل أحدهما كان يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. عظيم أن احنا نفتكر هؤلاء الآباء. والحقيقة معلمنا بولس الرسول، وبعد إذنكم عايز أركز معاه شوية وهاخد منه تعبير كده، هو قاله قصة تحول معلمنا بولس الرسول من شاول لبولس قصة فعلا تحتاج إلى التأمل. كلكم حافظين طبعا القصة، إزاي بولس كان مضطهدا للمسيحية، شاول اللي كان واقف يحرس ثياب راجمي استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء، وإزاي ربنا اختاره ليكون زي ما هو قال إناء مختارا. بولس كان راجل علامة، يعرف حاجات كتير ولغات كتير، فيلسوف، وزي ما بنقول عليه فيلسوف المسيحية. لكن اختيار بولس الرسول كان اختيار عجيب جدا. فاكرين طبعا كلكم القصة، يعني مش جاي احكيها، لكن عايز اقف عند حاجة فيها مهمة. بولس الرسول كان رايح لبلد اسمها دمشق، وهو في الطريق ظهر له ربنا وكلكم عارفين العبارات، قال له ايه؟ شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. فقال له ايه؟ انت مين؟ من انت؟ قال له انا ايه؟ انا الرب يسوع الذي انت تضطهده. مين فيكم بقى فاكر هو قال له ايه بولس لما عرف ان هو المسيح؟ هي دي الحتة اللي عايز اقف عندها. عبارة جميلة جدا من ثلاث كلمات، ايوه، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ كفايه قوي دي، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ انا في ايديك يا رب، عايزني اعمل ايه؟ اظن ان هذه العباره هي لسان حال كل واحد فينا. انا نفسي يا رب اعرف انت عايزني اعمل ايه. ده المفروض ان كل يوم وكل موقف وكل حاجة في حياتنا، وكل يوم الصبح كده اسأل السؤال ده، اقول له ايه؟ ماذا تريد يا رب ان ايه؟ ان افعل. واعتقد ان حضراتكم جميعا متفقين معايا ان لو لقيت اجابة السؤال ده انا هستريح، مش كده برضو؟ يعني مش كلكم نفسكم تجاوبوا السؤال ده، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ابقى عندي مشروع مثلا، المشروع ادخل ولا ما ادخلش؟ اسال ربنا ماذا تريد يا رب ان افعل. عندي حاجه معينه هعملها، صدقوني حتى في ابسط امور حياتي، ماذا تريد يا رب ان ايه
أن أفعل، موقف مع أولادي في التربية حاجة مش عارفة أتصرف فيها، أنا يا رب أقول لهم إيه؟ طب أواجه ولا ما واجهش؟ أوجه ولا ما واجهش؟ أتصرف إزاي؟ ماذا تريد يا رب أن إيه؟ أن أفعل. وأعتقد أن هذه العبارة هي التي تقود الإنسان للسماء، لأنه أهم كلمة أن تكون تبعيتنا لمين؟ لربنا. أنا دايما أصلي أبانا الذي، علمني يا رب أن أصلي. قال له لما تصلي صلي أبانا الذي، وفي وسط أبانا الذي تقول له لتكن إيه؟ مش مشيئتي أنا. طب ماذا تريد يا رب؟ هي إيه مشيئتك؟ أنت عايز مني إيه؟ إيه رأيكم لو إحنا جاوبنا على السؤال ده النهاردة؟ موافقين؟ هنخرج في استفادة، إن أنا وإنتم نخرج بإجابة سؤال ماذا تريد يا رب أن إيه؟ أن أفعل. وأنا الحقيقة مش عايز أجاوب من بيتنا يعني ولا من دماغي، أنا ما أعرفش، أنا عايز أجاوب منين؟ من الكتاب المقدس. كلكم معاكم موبايلات؟ معلش بقى إيه، هنتعب مع بعض شوية، ممكن ولا صعب؟ كل واحد معاه موبايل، وحيلاقي في الموبايل كده الكتاب الأرثوذكسي ولا الكتمارس ولا أي حاجة فيها الإنجيل، مش كده برضو؟ شايلين الإنجيل في الموبايل؟ تمام؟ اللي مش معاه الموبايل ما فيهوش الإنجيل يطلع ورقة وقلم على قديمه، عارفين قديمه؟ ها مش هناخد وقت كتير أحسن لا بقى يزعلوا مننا في التوهيل. ها خلاص؟ يلا في شاهد كتابي، آية كتابية هنطلعها كلنا، وبعد إذنكم الآية دي هنعمل لها حفظ كده، لو معنا نقدر نعمل ندوس على البرنامج ونحفظ الصورة الكلمة الآية، واللي ما عندوش حفظ يكتبها، ومهم يعني أنا عايزكم تتحط في النوتس بتاع الموبايل. الآية في سفر ميخا 6-8، سهل قوي، ميخا 6-8، يلا طلعنا ميخا 6-8 يلي عليها الشريطة يا ابونا. ميخا ايه 6-8؟ حد طلع؟ ها قد اخبرك ايها الانسان، لو حد من الشباب اللي في الكمبيوتر يطلعها على الشاشة يبقى يكتر خيره يعني. قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح، ها وماذا يطلبه منك الرب. اجابت السؤال دي ولا لا؟ ها ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ميخا بيجاوب اجابة مباشرة، قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب. ايه بقى؟ هتلاقوا عندكم ثلاث حاجات، ان تصنع الحق وتحب الرحمة أن تسلك متواضعا مع إلهك. نقولهم ثلاثة، اتفقنا؟ ربنا مش عايز غير الثلاثة دول. تخيلوا أن ربنا كل طلباته مننا أن احنا نعمل الثلاث حاجات دول، الأولى تصنع الحق، الثانية تحب الرحمة، الثالثة تسلك متواضعا مع إلهك. بس بصراحة كل واحدة عايزة تتفهم يعني إيه مش كده برضو؟ لأن مفروض ان احنا عشان ننفذ الآية دي نبقى فاهمين ماذا يقصد الكتاب بهذه التعبيرات. ميخا النبي، عارفين ميخا يعني ايه؟ ميخا، ميخا استاذ ميخائيل قاعد. هي جاية من ميخائيل، ميخا هي ميخائيل ده قسمين، ميخا من مثل، لكن إيل الله، فيبقى ميخائيل هي من مثل الله، لكن هو لوحده من مثل، يعني اللي شبه مين؟ ربنا. ميخا صح، عشان نبقى شبه ربنا، عشان ننفذ ماذا تريد يا رب ان افعل. واحد تصنع الحق، حفظتوها ولا ايه؟ يا ريت تحفظوا الايه. على فكره انا عايز كل يوم الصبح كده او اخر النهار بالليل قبل ما ننام بنراجع الايه دي، وبنراجع انا عملت الثلاث حاجات دول ولا لا النهارده. هو ده دورنا يعني، ده التدريب بتاعنا. انا كل يوم كده اسال نفسي، النهارده انا صنعت الحق، حبيت الرحمه، سلكت متواضعا مع الهي ولا لا؟ يعني ايه؟ واحد ان تصنع الحق. ما هو الحق؟
او اعدل السؤال بعد اذنكم، من هو الحق بدل ما؟ انا هو الطريق والحق والحياة. اذن الحق هو المسيح، وصناعة المسيح هو ان اكون صورة للمسيح هنا على الارض. صناعة المسيح يعني ان يرى المسيح او يرى الناس المسيح في حياتي، يرى الناس اعمالكم الصالحة، يمجدوا اباكم الذي في السماوات. تصنع الحق يعني تعمل اللي ربنا يسوع عايزه. اشكركم، حطوا الآية على الشاشة. تصنع الحق يعني تبقى عارف الحق عايز منك ايه. تصنع الحق يعني تبقى سالك سلوك مسيحي حقيقي، وده اللي مطلوب مني. واظن السلوك المسيحي له صور كثيرة جدا. تصنع الحق يعني كلمتك تبقى حق، مش كده ولا ايه؟ لكن اللي كلامه ملتوي، هل يصنع الحق؟ الذي يكذب هل يصنع الحق؟ الذي ينافق هل يصنع الحق؟ الذي يدين هل يصنع الحق؟ النهارده يا ماما جبنا سيرة مين طول النهار؟ هذه ليست صناعة الحق. صناعة الحق هو أن يكون كلامي كلام الحق، فكري فكر الحق، على رأي معلمنا بولس الرسول برضو لما قال أما نحن فلنا فكر مين؟ الحق، فكر المسيح. افكر في الحق. حضرتك لما تقعدي كده تقولي فلانة دي كان نيتها كذا ونيتها مش عارف ايه، اللي هو ظن، اللي بيسموه ظن الايه؟ السوء، الظن السيء. هل هذه صناعة حق؟ هل هذا هو فكر المسيح؟ صناعة الحق، صناعة الحق يعني ابقى، ودي النقطة الاولى، هو ان اصنع الحق مع نفسي قبل ان اصنعه مع الاخرين. عارفين احنا مشكلتنا ايه؟ زعلوش مني يعني، احنا شاطرين قوي نصنع الحق مع الناس. يعني ايه؟ يعني نقيم الناس، يعني نقول لفلان لا 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 الكلام ده غلط، اللي بتعمله ده ايه؟ ده ايه الغلط اللي بتعمله؟ احنا شاطرين قوي نرى عيوب الاخرين، فلان ده ما بيعملش صح، فلان ده بقى كذا، فلان ده بقى كذا، وعيل السقف بتاعنا. عارفين عيل ازاي؟ بقينا ممكن نقول على فلان ده يبقى مثلا ابونا، يبقى ابونا الاسقف، لحد دلوقتي ممكن نقول على ابونا البطرك. ايه ده ما بيعملش الحق ابونا؟ لا لا. طب وانا؟ انتوا معايا ولا بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ده احنا بقينا دلوقتي نعرف نقول الحق ده حق وده مش حق للبابا. لكن هل اقدر بقوله لنفسي؟ هل بعرف اقول لنفسي ان ده صح ولا غلط؟ صناعة الحق فن. صناعة الحق تبدأ بذاتي قبل ان ابدأ بالاخرين. انا حقاني مع نفسي ولا لا؟ ما تزعلش مني، مفيش حاجة اسمها الاسامي الملتوية. يعني اللي ياخد حاجة مش بتاعته يقول لك ايه؟ تفتيح مخ مثلا، يقول لك اصل الدنيا عايزة كده. عارفين انتوا طبعا اللي هي الـ الاسماء التي يسميها عدو الخير للخطية، وانت تتخيل انها ايه؟ حاجة كويس، مش كده برضو؟ يعني معلش انا اسف، يعني اللي خصم اخوه عشان ميراث، ولو كلمته يقول لك انا بدور على ايه؟ حق مين؟ حق عيالي. حبيبي انت كده هو ده الحق؟ انتوا فاهمين كلامي؟ معلش انا يعني جايز تكون المبادئ اتغيرت ولا حاجة. صناعة الحق هو ان اسلك المسيح بحق، ان اكون صورة للمسيح بحق، ابقى عارف ازاي اقيم كل تصرف من تصرفاتي، هل يناسب المسيح او لا يناسب المسيح. احنا اولاد النور، يقول سيروا فين؟ ما دام لكم الايه؟ النور. احسن بعد كده نلاقي نفسنا فين؟ في الضلمة، مش كده ولا ايه؟ احنا ولاد النور، انتم نور العالم. عمر النور ما بيختفي. يقول لك حد يحط نور يحطه تحت الايه؟ ها؟ تحت المكيال او تحت السرير؟ حد يحط نور تحت السرير مش هيبان. الحق لابد ان ايه؟
يظهر على رأي الآباء لما يقولوا الحق حق أن يتبع. المسيح لازم يبقى ظاهر فينا صناعة الحق. على فكرة الكلمة مهمة والفعل مهم. يعني إيه؟ خلي بالكم التلات كلمات كل واحدة فيهم فعل، مش كده؟ أول فعل إيه؟ يصنع، والتاني يحب، والتالت يسلك، مش كده؟ فأنا عايزكم بس تركزوا في التلات أفعال، لأن التلات أفعال مهمة وهقول لكم ليه دلوقتي. فأول فعل في الحق هو إيه؟ صناعة الحق. أصنع الحق. أقعد كده أفكر الخطوات بتاعة العمل ده فيها حق ولا لأ؟ العمل اللي أنا بعمله ده يناسب الحق، حق المسيح فيا ولا لأ؟ وده اللي أنا عايز أقوله النهاردة. كم موقف عديناه النهاردة ما كانش فيه حق، ما كانش فيه صناعة حق؟ كم موقف، كم تصرف، كم كلمة؟ أنتوا معايا ولا؟ أنا مش عايز تعدوا، عد بينك وبين نفسك وبعدين ابقى اعترف فيهم بقى، ماليش دعوة. بس الحكاية محتاجة مننا إيه؟ سؤال. ماذا تريد يا رب إيه أن أفعل؟ حبيبي كل اللي عايزه منك نمرة واحد إنك تصنع الحق مع مين؟ مع نفسك. ودي أهم حاجة لكي تمارس المسيح حقا. أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد إيه؟ أيوة، إحنا صورة المسيح، إحنا لابسين المسيح، إحنا المفروض يقولك يتصور المسيح فينا، مش كده ولا إيه؟ إحنا بنورث مين؟ إن كنا أولاد فنحن إيه؟ ورثة، ورثة المسيح. ورثة المسيح يعني أورث إيه في المسيح؟ أورث الملكوت بس؟ طب معلش سامحني، ده الملكوت ده لسه ربنا يدينا العمر، مش كده ولا إيه؟ بس عشان أورث الملكوت لازم أعمل إيه؟ أورث الشغلانة. انتوا معايا ولا ايه؟ اورث الشغلانه. كل ابن او كل اب بيورث ابنه ايه؟ الشغلانه. كان يجول يصنع الخير، يصنع الحق. المسيح كان بيعمل ايه في حياته؟ يصنع حقا في وسطنا، مش كده؟ طب وانا وارث الشغلانه دي ولا لا؟ انا بصنع الحق ولا ممكن اخلي الحق او اخلي الباطل حق؟ ده انا شاطر قوي في الحكايه دي، انا اقدر الون الباطل وصوره ليا وللناس انه ايه؟ انه حق. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ مش عايز اطول. واحد، تصنع الحق. فاكرين الايه؟ مش عايزين نبص على الشاشه، احنا عايزين نحفظها، يعني اما نحفظها في الموبايلات، مش كده؟ اولها ايه؟ قد اخبرك ايها الانسان ما هو، ايوه، وماذا يطلبه منك الرب. واحد، ان تصنع الحق. اتنين بقى، تحب الرحمة. يا طوبة، الله ينور عليكم، لانهم ايه يا جماعة؟ ده الطلبة اللي بطلبها من ربنا في حياتي كلها هي ايه؟ رحمني يا رب. ده انا الاية دي هي مفتاح السماء. تعرفين كده؟ هسألكم سؤال، لما بعد عمر طويل يعني في الدينونة ما كلنا هنقف قدام ربنا، لسان حالي وانا واقف قدام ربنا ايه الجملة؟ بس مش كده ولا ايه؟ في جملة تانية هتتقال؟ مستحيل. لسان حالي حتى لما قلتهاش بلساني هيبقى كل يا رب ارحمني، يا رب يا رب، عارف زي الواحد داخل امتحان، يا رب نجحني، يا رب انا ما عنديش حاجه فكرني اللي انا ايه مذاكره. فانا قدام ربنا ده مش هقول غير جمله ايه؟ ايه رايكم لو قال انت لم ترحم فلماذا تريدني ان ارحمك؟ ايه رايك لو اتقالت الجمله دي؟ انت رحمت مين عشان انا ارحمك؟ مش كده؟ يقول لك ليس ايه؟ ايوه، رحمه في الدينونه. انا بحب ان انتوا اللي تسمعوا الايه عشان تسمعوها لنفسكم، لمن لم يستغمل الايه؟ الرحمه. انا عايزك تبقى بتحب انك تعمل رحمه. اعمال الرحمه حوالينا كتير قوي، كتير،
واليومين دول زادت ومحتاجين ياما قوي نعمل رحمة. بس احنا ساعات في عمل الرحمة نعمل ايه بقى؟ نبتدي نقيم ده ينفع معاه، ده يستاهل، ده ما يستاهلش، ده يجوز، ده ما يجوز، ونقعد بقى ايه نحللها ونقيمها ونعمل كأننا نفسنا ايه حكماء. ده احنا حكماء احكم الحكماء. لا 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 ده ما يستاهلش، لا 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 ده تلاقيه كده وشه كده، لا 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 يا حبيبي اعمل الرحمة وملكش دعوة. انت تصدع الرحمة مع مين؟ هو قالها مباشر، قال لهم ايه يا جماعة فاكرين؟ قال لهم جعت فيطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت غريبا فأويتموني، كنت محبوسا فزرتموني. قالوا له ايه؟ استنى بس بالراحة بالراحة، متى فعلنا بك هذا؟ انت من لا عمرنا شفناك كده ولا كده، انت يا رب ما انت فوستينا، لا في مرة كنت عجعان ولا عطشان ولا عريان. قال لهم العبارة اللي عاملة زي الرصاصة في الصميم، مش كده ولا ايه؟ ما تفعلتم بأحد اخواتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعل، بي قد فعلتم. انت يا اخي تصنع الرحمة وتحب الرحمة مع مين؟ مع المسيح نفسه. بي قد فعلتم، العبارة اللي بيكتبها في الوصولات على سبيل يعني الاتضاع، مش كده ولا ايه؟ احنا بنكتبها، لكن ما تكتبش اسمي، اكتب ايه؟ من يدك واعطيناك. ده دي عبارة انت لو فهمتها مش فكرة اتضاع خالص، ده انت فاهم ايه الفولة زي ما بيقولوا. الفولة هي ايه؟ انك ما تملكش حاجة اساسا، انه كله من عند مين؟ تصنع الرحمة. صور صنع الرحمة في حياتنا كتير. هو انا قلت الفعل صح؟ انتوا مش مركزين معايا، ها؟ لا انا قلته غلط مش كده؟ مش كده، انا قلت تصنع الرحمة قلتها مرتين ثلاثة غلط، ما خدتوش بالكم؟ ليه بقى ما خدتوش بالكم؟ اقول لكم الغريب في الافعال انها معكوسة. يعني الطبيعي ان انا احب الحق واصنع الرحمة، مش صح كده؟ ده الفعل الايه؟ يعني انا لو حد لو بيفهم في العربي يعني الرحم الحق ده عبارة عن صفة، مش كده؟ فالصفة ايه؟ تحب. انا بحب الصفة دي، لكن الرحمة ده عمل، ده فعل، فالفعل هو الذي ايه؟ يصنع. فانا معلش يعني ممكن اغير ابدل؟ ابدل، اقولها كده، انا عاد اقولها من الصبح غلط، فيمكن محتاجة تتبدل، مش كده؟ ده اللي يزود حرف تنسيته ولا ايه؟ ده الكتاب قال كده، اللي يزود حرف يزيد عليه الضربات، فاكرين الآية؟ لا، الحكاية ما تتبدلش لسبب. ايه بقى؟ ان هناك، خلي بالكم، من يصنعون الحق، من يحبون الحق، انا اسف، من يحبون الحق لكن دون ان يصنعوه. ازاي؟ تيجي تسأله تقول له يعني الموضوع ده الشهادة الزور ايه اخبارك فيه؟ يقول لك لا طبعا الوصية دي مفروض ما نشهدش، لا تشهد بالزور، تمام. وتيجي عند الصناعة وتيجي عند الموقف يعني تلاقيه يعمل الايه؟ هو يحب الحق كلام لكن ما يعملوش فعل. برافو عليكي، يحب الحق. مين ما بيحبش المسيح؟ اقدر اقول كده؟ اقدر اقول كده؟ ما اقدرش. كلنا بنحب المسيح، لكن تيجي عند صناعة المسيح بقى في حياتك وتقف، مش كده ولا ايه؟ عشان كده الفعل حلو قوي، صح، الحق يصنع لانه هو حياة، مش كده؟ طب والعكس؟ الرحمة. اقول لك على العكس برضو، ان هناك من يصنعون الرحمة دون ان يحبوها. ممكن تدوني امثلة؟ ممكن حد يصنع رحمة ما يحبهاش؟ خوف من عقاب ربنا او مظهري، يعني انا بدي عشان اقول ايه؟ عارف شوبش يعني، فاهم ازاي؟ يلا اتفرجوا علي انا بدي. هناك من يصنع الرحمة ده كتير. ده انا ممكن اصنع الرحمة على سبيل مثلا اللي يعني اللي طلب رخم، سوري يعني اللي بيسموها ايه؟ رزالة بقى، طالب كتير كتير. يلا حتى الانجيل قالها، فاكرين قال ايه؟ فاكرين قال يعني لو مش من اجل ايه؟
لجاجته يعني، فخد يلا. بس هل هو كده يحبها؟ تفهمين كلامي؟ ده في ناس بتعمل الرحمة خوف من العقوبة. عقوبة مين؟ ربنا. انا السنة اللي فاتت وزعت حاجات على اخوة الرب كويس، وربنا عمل معايا حاجة كويس، اجي السنة دي اقول ايه؟ لا، لازم اوزع احسن ايه؟ لا احسن ربنا، لا لا لا، ما احسن يحصل حاجة لعيالي ولا. انت كده بتعمل الرحمة ايه؟ خوف مش حب. فاهمين كلامي؟ اذا مهم قوي الفعل يبقى صح. الانجيل زي ما قال بالظبط، صناعة الحق وحب الايه؟ الرحمة. انا اصنع الحق، مش بس احبه ومش بس اعرفه. ما كلنا عارفين الحق، كلنا عارفين يعني ايه ربنا، وكلنا عارفين الصح فين والغلط فين، ولا غلط؟ انت عارف النور والظلمة ولا لا؟ كلنا عارفين. ما تزعلش مني، مش هيتقالك كده، معلش سامحني، هيتقال انت بلا ايه؟ بلا عذر ايها الانسان. محدش هيقف يقدر يقف قدام ربنا يقول له معلش ما كنتش اعرف، ما كنتش عارف ده صح ولا غلط، محدش قال لي الموضوع ده يرضيك ولا ما يرضكش، انا اسف. لا، كلنا عارفين، ومحدش فينا هيقدر يقف قدام الديان العادل. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ معلش انا اسف، بس هفسرها لكم بالبلدي كده. انا مش هعرف اقف قدام ربنا اغلطه. تفهمين كلامي؟ انت ما بعتليش حد قال لي ان ده صح ولا غلط، تبقى غلطة مين؟ تبقى غلطته ربنا. لا طبعا، مش هيدي لك الفرصة انك تقف تقول له ايه؟ لك طب استنى، تعالى بقى، تعالى تعالى، فاكر اليوم الفلاني لما قال لك وصل لك الرسالة الفلانية، والعظة الفلانية اللي سمعتها، وابونا الفلاني اللي قال لك، والواد الصغنن اللي قال لك الموضوع ده، وي 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 وي، هيقول لك انت بلا عذر ايها الايه؟ فهمتوا؟ يبقى اذا انا دلوقتي لازم اصنع الحق، لاني حقف قدام ربنا وحاسب على هذا الحق. اصنع الايه؟ الحق. والتانية تحب الرحمة، احبها، اعملها وانا بحبها. لذة عمل الخير، لذة عمل الخير. يقول لك انا كده من ضمن اللذة ان انا بحب العمل ده. مرة كان في حد كبير كده في السن، كل ما يسمع ان حد عيان يروح يزوره، ما يعرفوش، ما يعرفش الناس كلها، بس هو سمع ان حد عيان، فبنقول له يا عم فلان، هو انت يعني انت تعرف فلان؟ انت رحت تزوره ليه؟ انت تعرفه اصلا؟ يقول لك وانا مالي اعرفه ولا ما اعرفه، انا عايز اروح السما، انا بحب العمل ده، انا بزور مين؟ مسيح. كان ابونا مخيل ابراهيم ربنا ينايح نفسه، كان لما يدخل على عيان يعمل ايه؟ عارفين انتوا الحكايه دي، كان يقلع الشوزه. ليه يا ابونا؟ داخل على المسيح، ده في حضره ربنا، انا جاي ازور المسيح. بيحب الايه؟ الرحمه. اللي يحب الرحمه ما يستناش دعوه، اللي يحب الرحمه ما يستناش حد يقول له من فضلك اعمل لي، لا، ده بيسبق عشان ايه؟ يعملها، بيحبها. من ضمن صور الرحمه التسامح، الغفران. هل الصوره اللي انا ممكن احكيها دلوقتي دي، ان مثلا حد مخاصم حد لمده 5 سنين، هل ده حب للرحمه؟ مش كده؟ ساعات واحد يبقى بيصالح واحد، اعتذر لك، انا جاي اعتذر لك يا عم فلان، يا اخويا انت غلطت فيا قدام الناس كلها، وجاي تصالحه كده بيني وبينك يعني؟ لا. ويجي فلان يقول له هو انت صالحت فلان كده بسهوله؟ له لا، هو انا صالحته الا لما سويته؟ ده انا خدت حق ايه؟ تالت ومتلت، ده انا وقفت، ده انا زليت، ده جه ركع لحد عندي. هل هذا يحب الرحمه؟ رد عليا ويقول لك في الاخر انا ايه؟ سامحت. الاسم ان انا سامح، هل دي صوره من صور الرحمه؟ حبيبي لا. عارف انت الموقف ده، معلش، قارنه بموقف ربنا لما بتروح له انت. ممكن تقول لي؟ ما انت بتروح معلش شايل تل، مش كده؟ هل بيزلك؟ هل ادانك احد؟ فاكرين؟ فاكرين؟ هل ادانك احد؟ قال لها، قالت له لا يا معلم. قال لها ولا انا ايه؟
بس الله يخليك يعني روحي وما تعمليش كده تاني. اذهبي ولا ايه ولا بلاش تعملي كده تاني. بس 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 ما فيش لا ذل ولا يا خطيه يا اللي عملتي يا اللي سويتي. والموقف بتاع السامريه ده الاخر عايز له درس. ده اسمه ايه ده بقى؟ بيحب الايه؟ بيحب الرحمه. انا عملت عمل رحمه قد ايه؟ على فكره ما تزعلوش من كلامي، الرحمه مش انك تدي فلوس، مش بس يعني مش انك تقعد تطلع عشور، لا لا لا، ده الكلمه الحلوه رحمه، الابتسامه في وجه حد محتاجها رحمه، الطبطبه على حد محتاج رحمه، مش كده ولا ايه؟ عمل خير. انت كده بتماثل مين؟ كده انت بتصنع الحق وبرضه بتحب الايه؟ الرحمه. على فكره الاثنين مرتبطين ببعض. انت لو حبيت الرحمه هتصنع الايه ولا لا؟ مش معايا في دي؟ لو حبيت الرحمه هتصنع الايه؟ الحق. ارجع للايه. ها ها، قد اخبرك. ايوه، وماذا يطلبه منك الرب؟ واحد، الا ان تصنع الحق، تحب الرحمه. فضله ايه؟ تسلك متواضعا مع الهك. يعني ايه التالته دي بقى؟ عشان نفهمها شيل الكلمة وحط عكسها بتاعت متواضعة، تبقى ايه؟ تسلك متكبرا مع اله. ايه دي؟ حد فينا بيسلك متكبر مع ربنا؟ ها، حد فينا بيسلك متكبر مع ربنا؟ ردوا علي. لا كلنا. لا كلنا. عارف انت لما تمشي بده مش كده ولا ايه؟ انا فاهم، ما تقلقش، يعني موضوع بسيط، يعني انا هعرف، مش كده ولا ايه؟ اسلك متواضعا مع الهك، يعني ببساطة تقول له انا ولا انا، انا مفيش حاجة، انت يا رب كل حياتي، انا بسلم لك كل حياتي. دي باختصار هي حياة الايه؟ التسليم لربنا. تسلك متواضعا يعني ببساطة، انا يا رب ما بفهمش، انا يا رب ما بعرفش، انا يا رب ما عنديش اي قدرة لعمل اي حاجة، لا قادر ولا عارف ولا بفهم. يقولك ايه بقى؟ اعرفك كيف تسلك، اعلمك الطريقة الذي ايه تسلك فيه. ما تقلقش. بس امتى يقولي كده يا ماما؟ لما اقول له انا ايه؟ معرفش، انا مفيش، انا ولا حاجة، مش كده ولا ايه؟ معلمنا بولس الرسول، ارجع له بقى، ده نهضته، مش كده؟ بولس الرسول الفيلسوف العلامة اللي عارف اللي عنده لغات، حياته كلها عبارة عن ايه؟ تسليم لربنا، مش كده ولا ايه؟ اقروا سفر اعمال الرسل، المفروض ان احنا قريناه خلال فترة الصوم، مش كده؟ كل سفر اعمال الرسل يقول لهم انا كنت اراوي اروح كده، بس ايه اللي حصل؟ روح القدس قال لي لا روح كده. حاضر، انا اقول له لا انا مالي، طب ما انا كنت ناوي اروح كده، ده دماغي اللي مودياني هنا. لا، انا ما امشيش بايه؟ بدماغي. رخر بقى كان عايش التسليم ده، ربنا اللي يوديه يجيبه. مره كان راكب السفينه والسفينه اتدغدغت، هاج البحر والسفينه ايه؟ اتدغدغ. قال ثلاث كلمات، ما فيش غيرهم، سلمنا فصرنا نحمل، ما عنديش غير الثلاث كلمات دول يا رب، انا اسلم لك، انا حاسلك، انا هقدف ولا ضوء؟ لا 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 لا، سيبها لك انت، اغرق ما اغرقش بقى، دي بتاعت، عايز تغرقني غرقني، عايز تنقذني انقذني، سلمنا. هو ده الانسان اللي بيسلك ايه؟ يقول لك على فهمك لا تعتمد. احنا بقى مشكلتنا ان احنا ما بنعتمدش الا على ايه؟ على فهمنا. انا بعرف، ده انا بفهم كل حاجة، ده انا ما فيش حد زي في الفهم اساسا، يعني مش كده ولا ايه؟ ولما تزني اقول له يا رب، ما انت حبيبي بقالك سنتين شغال بدماغك، وفي الاخر تقول له يا رب، طب ما انت اللي زنقت نفسك، ومع ذلك بينقذك برضه. مشكلتنا ان احنا بنسلك بفهمنا. مين يا ماما اللي ربى العيال؟ انت، مش كده؟ انت ولا بابا اللي ربيته؟ انت ولا بابا؟ لا انت ولا هو، مش كده ولا ايه؟ لا الغارس شيئا ولا الساقي، لكن الله هو الذي ايه؟ ينمي. حبيبي ما كانش ربنا هو اللي ان لم يبني ايه؟
فباطل. تعب البناؤون، انا ما فيش انا خالص ولا حاجه. بص هقول لكم حاجه، في انواع من الناس، واحد يقول ايه، احيا انا لا المسيح. ده ايه رايكم فيه؟ ده يعني ايه؟ ده في ناس كده على فكره، في ناس كده حتى لو ما قالهاش ببقهم بس بيقولوها بايه، بفعله. يقول له لا كده غلط. طب يقول له طب استنى، في ناس تانية بقى نوع الدرجة أعلى شوية أحلى، يقول لك أحيا أنا والمسيح. إيه رأيكم؟ المسيح موجود أهو، أنا وهو، بس مين في الأول؟ أنا الأول، فكر أنا الأول وبعدين بقى إيه. وعارفين الأخ ده لو أنت قلت له، الشخص يعني ده قلت له يا حبيبي فين المسيح، لك سندني. عارفين كده؟ ربنا إيه؟ سندني، بس هو فين؟ ورا، مش كده ولا ايه؟ تمام. في نوع ثالث يقول لك احيا المسيح وانا. يعني ايه بقى؟ يعني اهو يا جماعه مين الاول؟ مش انت عايز المسيح؟ انا وانا مستخبي ورا يا عم، انا مش عايز اظهر خالص، انا ايه، انا بس انا موجود برضو. بولس الرسول ما قالش ده لا واحد ولا اتنين ولا ثلاثه، الايه بتقول ايه؟ احيا لا أنا بل المسيح يحيى فيا. هو ده بقى صناعة الحق، مش كده ولا إيه؟ هو ده اللي عايز يسلك متواضعا. على فكرة إن لم تسلك متواضعا مع إلهك لن تستطيع أن تصنع الحق أو حتى تحب الإيه. صح ولا غلط؟ العبارة دي قلتها دي تعملوا عليها صح كده؟ أيوة أيوة. ما أنت لو ما سلمتهاش لربنا هتمشي بدماغك، ولو مشيت بدماغك هيوديك في حتت ملهاش لازمة، مش كده ولا ايه؟ وبالتالي مش هتحب الرحمة، لان عدو الخير اللي هيقودك عمره ما هيقودك لفعل الايه او حب الرحمة. التلاتة ماشيين ورا بعض، يجمعوا بعض. شوفوا تجميعة الاية، الاية دي كنز كنز صدقوني. عشان كده انا طلبت من حضراتكم ان انتوا تحفظوها وتحطوها على الموبايلات، كنز. فاهمين كلامي؟ تحب تسلك ايه متواضعا مع اله. ما تقولوش يا رب انا عارف، قول له يا رب انت اللي عارف. ما تقولوش لتكن مشيئتي، قول له يا رب لتكن ايه مشيئتك. انا لا اعرف شيء، لان كل المعرفه هي ليك انت. نفسي ان النهاردة نجاوب هذا السؤال بجد، ماذا تريد يا رب ان ايه انا افعل. عرفتوا الاجابة؟ حفظتوا الاية؟ ممكن نطفي الاية من على الشاشة. اي برافو عليكم، يلا. ها يا نهار ابيض، قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب. ها، تصنع الحق، تصنع الحق وتحب الرحمة وأن تسلك متواضعا مع إلهك. إجابة سؤال ماذا تريد يا رب أن أفعل. ربنا يدينا أن احنا يبقى عندنا إجابة السؤال ده، ونحفظ التلات حاجات دول، نصنع الحق، نحب الرحمة، وآخر حاجة نسلك في اتضاع مع ربنا، نقول له أنا يا رب ولا حاجة، أنت يا رب نمرة واحد. ربنا يديكم كل نعمة وبركة. أنا آسف طولت عليكم. كل نهضة وأنتم طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين. من الليل يا نسابت ريكا يوكا يوم نبماتي كنكاي كنستون سيون نستون يوم من تنوشي بولين قوين مجي أوبين شوي سيسوس بخيرين ستوسيس موين مؤوين مفيارو ماري بكناين امتكهيرين وين صبتن بكلاون ستين مونو وهنينان كريه ليس هون كريه ليس كريه بلوغي سون أمين اسمو إيرو اسمو إيرو سيميتان يكون يبول قوين بإسمو بخريستوس بالنوتي أمين سشوبي. والمسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلام قر لها سلامك، واغفر لنا خطايانا لك القوة والمجد عز البركة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين صلي بالشكر قائلين يا عبد السماء قدس اسمك ليتنا ربوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ذنوبنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجي وجه المسيح يا رب لك الملك والقوة والمجد آمين.
والآن محبة الله الأب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركات الموهبة وعطية روح القدس تكون مع جماعكم. إن أراد أن يمضي فليمضي بسلام. هنصلي مع بعض صلاة نص الليل. بكرة يباركنا في العشية أبونا دانيال ماهر كاهن كنيسة مارجرجس في طنطا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قوموا يا بن النور سبح رب القوات لك وعدينا وخلص نفوسنا عندما نقف امام الجسدين زمان نقول انهم الغفله. اعطينا يا رب يغفر لك ان نفهم كيف نقف امامك وقت الصلاه. نرسل لك لفوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيره. المجد لك يا محب البشر. بارك الرب عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفع ايديكم القدس وبارك الرب. يبارككم الرب من صيون الذي خلق السماء والأرض. المجد لك يا محب البشر. فاليد نتوسل قدامك يا رب كقولك فهمني. فلتدخل تلبتي لحضرتك يا رب ككلمتك عيني. تفيد شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك. لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي إني اشتريت وصاياك. اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل خروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أنا ضردوك لا أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله تبدل جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مغيظ اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي والغرفة بتسبيحك. آمين. هللويا. شوي سنين أنا هللويا هللويا. تسبيحة الخدمة الأولى من نصف الليل بارك قدم المسيح ملكنا وإلهنا. نرجو أن يغفر لنا خطايانا وآثامنا من ترتيل مزامير أبينا داودنا والملك بركاته على جميعنا آمين. دكساسي أوسي أوسي منفصل شريف مشارط معلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطار بركته على جماعنا أمين. حين يزوش به ملكوت السماوات عشر أعذار أخذنا مصباحهن وخرجنا لاستقبال العريس. خمسة منهن كنا جاهلات وخمسة حاكمات. فأخذت الجاهلات مصباحهن ولم يأخذن معهن زيتا. وأما الحاكمات فأخذنا زيتا في أنتهن مع مصباحهن. ولما أبطى العريس نعسنا كلهن ونمنا. ولما انتصف الليل صار صراخ عظيم هوذا العريس قد أقبل. فقمنا وأخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن
فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحاكمات قائلات: لعله لا يكفينا ويكن. فذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا، فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعداد، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال: الحق أقول لكم إني لا أعرفكم، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي فيها ابن الإنسان. وليكمل قول الله بسلام المجد لن تشهر رسول سبثنا سوس من نوم أسواب جاك يكس من نيلام وأزال ختنيات في نصف الليل. توب العبد الذي يجد مستيقظا، أما الذي يجد متغافلا فإنه غير مستحق دمه. فانظر يا نفسي ألا تثقلي نوما طول خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة: قدوس 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 أنت يا الله، من أجل والدة الإله ارحمنا. تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضيء مصباحك بزيت الباقة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظر يا نفسي لا تنعسي، لألا تقف خارجا قارعة مثل الخمس العذارى الجائلات، بل اسهري متضرعة كي تلتقي المسيح الرب دون اندسم، ينعم عليك بعرس مجد الإله الحقيقي. أنت يا سور خلاصنا وليلة الإله العذراء الحصن المانية غير المنسلم، ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح، وحصني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي، وتشفعي عن سلام العالم، لأنك أنت يا رجائنا يا وليدة الإله. أيها الملك السماء موازي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء، يا ولدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض ملتان مجد وكرام، الحمد لله الأب ضابط الكل. أيها الثالث القدوس ارحمنا يا رب الله قواتكم معنا، لأنه شهدنا دقتنا سواك، حل واغفر واصلح لنا يا الله عزيز. اللي صنعناها واللي صنعناها بالنجمه، الله بارفع الله بغير معرفه، الخفيه والظاهره، يا رب اغفر لنا جسمك القدوس علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، واجعلنا مستحقين صلي بالشكر قائلين: يا ابن السماوات نتقدس اسمك، ليات ملكوتك، لكم مشيئتك كما السماء كذلك. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ذنوبنا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجاوش المسيح يا رب، لان لك الملك والقوه والمجد الابديين. شوي سنينانا لليا تسبحة الخدمة الثانية من نصف الليل مبارك نقدمها للمسيح ملكنا، ولا نرجو أن يغفر خطانا الثامنة من ترتيل مزامير أبينا داود إنه الملك بركاته على جميعنا أمين.
ذو قصاص أوس أوس من فصل شريف من شرط مال ابن ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميع العالمين. ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكي في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب وقفت من وراء رأيه عند رجليه باكية وبدأت تبل قدمها بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميها وتدنهما بالطيب. فلما رأى الفريس الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها أنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدائم مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهم ما يوفيان، سمحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: جن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالثواب حكم. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ إن دخلت بيتك وماء لرجل لم تعد، أما هي فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي. أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي. أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك قد خلصت، فاذهبي بسلام. والمجد لله دم دنيامين تشور السوس بكات الغصوص من ما سواب جاكيك صوت من الليلان. أعطيني يا رب نبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم المرأة الخاطئة، واجعل مستحقا بالقدمين كذلتين أعتقتان من طريق الضلالة، وقدم لك طيبا فاقن واقتلع امرا نقيا بالتوبه. لك اسمع ذلك صوت ممتلئ فرحا ان ايمانك خلص. سامتريك ايوك يا ابن ماتي. اذا ما تفطنت في كثره اعمال الرديئه وياتي على قلبي فكره تلك الدينونه الريبه تاخذني رعده، فاهرب اليك يا الله يا محب البشر، فلا تصف فكك عني متضرعا اليك يا من انت وحدك بلا خطيه. انام على نفس المسكينه بتخشع قبل ان ياتي القضاء وخلصني. كايك سوسيون استونيون امين. السماوات تطابك ممتلئ نعم العروس التي بلا زواج، ونحن ايضا نمجد ميلاد غير المدرك. يا واسلام والرحمه الخلاص شفاء من اجل خلاص نفوسنا. كانيك عيك ينصوصيون استونيون امين. ايها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان، مالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياه، اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس الصالح وخلص نفوسنا. سامتريك ايوك يا ابن فماتي. اما كنت مع تلاميذك يا المخلص اعطيتهم السلام، اللهم ايضا كن معنا امنحنا سلامك، خلصنا ونجي انفسنا. كانك ايك سوسيون استونيون امين. اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس احسب القيام في السماء، يا والدة الليل انت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمه والتحنن. يا رب اسمعنا واغفر لنا خطايانا وارحمنا امين. كريليسون 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 كريليسون
كرياليسون 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 قدوس 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 رب السماوات والسماء والأرض لله تعالى الحمد لله لأبدابة كل أيها الثلاثة القدس الحمد لله أسكت هل واغفر واستحلال الله سعيد التي صنعنا والإنسان الله فعلنا بعرفة القفير قفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من جسمها قدس عني كرحمتك رزقتنا اجعل المساقين صلي بالشكر قائلين أبن الذي السماوات لا تقدس اسمك لا تكبشياتك والكذلك لكن نجيه وشي المسيح عصام لكم ملكم جزمين شوي سنين أنا للي تسبيحة الخدمة الثالثة من الصليل المبارك قدمها المسيح ملكنا لأن نرجون يغفر خطانا ثامنة من ترتين مزامير أبينا داود إنما البارك بركاته على جمعنا أمين وعمل صوت نفسيان انتظرت نفسي رب العزيز من حزيز من حزيز من ذكساسي أوسي أبون فصل شريم شرط معلم نمار يلو قلب أشير واتن يستار بركة على جمعنا أمين لا يتخف يا القطيع الصغير فأن أباكم قد سر أن يعطي لكم الملكوت بأمتعتكم ويعطوا صدقة وأصنع لكم أكياسا لا تبلع كنز في السماوات لا يفنى حيث لا يدون منه سارق ولا يفسد سوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكون حقاكم ممتلكا ومصباحكم موقودا وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظر سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد الذي إذا جاء سيدهم يجدهم صاهرين الحق أقول لكم نوع طمنتك واتكواكم فيخدمهم وإذا جاء في الهزيع الثاني والهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا فطوبى لأولئك العبيد وهذا أعلموا إنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة الصارق لكان يصهر ولا دعبد وينكب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفون آيات ابن الإنسان فقال له بطرس يا رب لنا قلت هذا أم قلت للجميع فقال الرب من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعام في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه أن سيدي يبطئ في قدومه فيبطئ ويضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي يعرفها فيشكه من وصل ويجعل نصيبه من عديم الإيمان مجد لله دائما أبديا أمين تنشتمك بخريستوس تنبكيو تناثوس تنب مع ثواب جاكيك سوتيمون عينان بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي فعما قليل تفنى حياتي وبعمالي ليس لي خلاص فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجني من ديان حاضر اهتمي يا نفسي وتتأقضي وتفهمي تلك الساعة المخوفة فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة فلهذا اشفق علي ومخلص فإنك أنت هو محب البشر وحدك يا باب الحياة العقلية والذي الإله المكرمة خلصي الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا أيها الملك السماء معزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامة خلصنا رب ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نسبق القيام في السماء يا والد الذئلان يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة والتحنن يا رب ارحمنا امين
كري ليسون كري ليسون يا رب ارحم كري ليسون كري ليسون ارحمنا يا الله كري ليسون كري ليسون اسمعنا وارحمنا كري ليسون كري ليسون يا رب ارحم كري ليسون كري ليسون ارحمنا يا الله كري ليسون كري ليسون اسمعنا وارحمنا كري ليسون كري ليسون يا رب ارحم كري ليسون كري ليسون ارحمنا يا الله كري ليسون كري ليسون اسمعنا وارحمنا كري ليسون كري ليسون يا رب ارحم كري ليسون ارحمنا يا الله كري ليسون كري ليسون اسمعنا وارحمنا كري ليسون كري ليسون كري ليسون قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض ملائكة المجد رب ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها الثالث القدوس ارحمنا يا ولي قوتكم عاشق شهدنا القدس حل واغفر واصلح لنا الله عن سيد التي صنعها بتصنع فعل نائب عن فعل المغفر خفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من اسم القدس العالمين كرحمتك يا رب ارزقك القدس العالمين اجعلنا مساقين صلي بالشكر قائلين يا ابن السماء القدس اسمك ليات مرتك مشيئتك بس كذلك الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا من عمزين من كفتين لكن لك بشر المسيح السلام عليكم ورحمه الله يا سيد ربي يسوع المسيح ابن الله الحي الازلي انا اقول لنا فهم اقوالكم الحي هدنا من ذنوب الخطيئه قاتل النفس قال لنا نكون مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيء دين عين فلنستحق زمان ذلك السود من الفرعون القائل تعالوا الي ما يراك يا ابليس من كل مقدر لكم شاملي نعم يا رب سنكون في تلك الساعه بغير خوف ولا اضطراب اسقطين لا تجزي من اجل كثره سيم لك واحد معتين ويكسبك شفاعه القديسه مريم شفاعه جميع مصاف قديسيكم ارحمنا الله ثم ارحمنا يا في كل وقت كل ساعة في السماء والأرض مسجود لهم مجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير رحمك إذا حمد حب الصديقين والقتال الذين هم نازل الذي لا شيء متقاط المسيح والجعل الداعي الكل خلص لأجل المعرفة بالخارج المتصف يا رب اغفر منا في هذه الساعة وكل ساعة سهل حياتنا شلنا العمل قدس أرواحنا طهر أجسامنا قم أفكارنا نق نيتنا اشفي أمراضنا في خطايانا نجينا من كل حزن حوتنا من قديم المعسكر المحفظين المرشدين نصل حد إيمان مع المجد غير محسوس وغير محدود لأنك مبارك مفقود قدس الكامل يوم جديد أقعد المساقين صلي بالشكر قائلين يا أبل السماوات لتقدس اسمك لأشبتك ومشيئتك وسكذاك أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجي المسيح صار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدين باسم الآب والابن والروح القدس